يعني هو ربما السؤال الكبير الذي يطرح نفسه منذ سنوات. بعد نشوف الحجم الكبير من هذه الانحرافات المالية والإدارية، أين دور المراقبين الماليين؟ ما هو هذا منعدم صحيح، مراقب مالي في المؤسسة ولا في كذا صحيح. إيه فهنا وعلى فكرة ما فيش حد يتكلم، إحنا ما نتكلم عن مموش، في ناس مهنيين، الناس يعني تشتغل، ناس ما شاء الله، لكن وفق التقرير هذا يعطي مؤشر إن راهو عندنا إشكالية حتى في المراقبين الماليين اللي يفترض إنه يمنع. وممكن يقول لك والله الديوان مفروض عنده رقابة مصاحبة، صحيح، لكن رأيي يا جماعة من الصعب جدا في هذا الوضع إنك أنت كل كبيرة وصغيرة بتراقبها. نتكلم عن ديوان المحاسبة، وديوان المحاسبة أشار إن راهو تم إيقاف وحتى تحويل مجموعة من الملفات في قضايا فساد النائب العام خلال عام 22، ذكرها التقرير، تحدث حتى في بعض المناقصات وبعض العقود تم إيقافها، وتم تفوير حتى توفير أموال ما يقارب من مليار دينار، ذكرها التقرير. يعني لو تركها مشت ممكن دفعنا مليار زيادة. فالتقرير رأوا بالنسبة للديوان، يعني نقول لك الديوان بشكل عام كخط عريض مقارنة بالمؤسسات الأخرى اللي موجودة في ليبيا بشكل عام، أعتقد أن نسبيا أكثرهم مهنية، وحتى المخرجات نتاع المخرجات في التقرير رأوا يا جماعة احنا نشوفه في التقرير ونضحكوا مرات. اللي بيشتغل واللي خادم يعرف ان هذا راهو جهد كبير مبذول، راهو ماهيش بهذه البساطه. وما تنساش ان نسبه الدقه المفروض تكون فيه بنسبه كبيره جدا، لانه يعرف لو كتبت شيء غير دقيق او فيه تبلي راهو راح يتم يعني ربما مساءله الديوان كيف تدخل في الانحرافات، رفع حتى قضايا. فبالتالي راه شغل حساس، وعلى الصعيد الشخصي نشوف فيه ان شغل الديوان جيد على الاقل. ممكن بيجينا وزير ولا مسؤول كويس على سبيل المثال والله يقول الوزارة الفلانية شن فيه من فساد في المشاكل، يجي للتقارير يحاول يجي يشوف الانحرافات وين ويعالجها. أراه حتى هذا بالنسبة للموظفين والمسؤولين ممكن يستفيدوا، في ناس راي تبي تشتغل لكن مش عارف وين الخلل، يرجع للتقرير. فبشكل عام أنا نشوف مخرجات التقرير خلال طيلة السنوات الماضية باهي جيدة. أنا ما نش في موضع أني نقيم التقرير، ولكن وفق رؤيتي الاقتصادية أعتقد أن التقرير يعني أوضح العديد من الانحرافات، وضح بين لنا العديد من الأرقام. وإحنا نعرف يا أستاذ أحمد أي قرار وخاصة في الأمور المالية والاقتصادية لا يمكن أن يتخذ بشكل سليم إلا بوجود أرقام. طيب إحنا بعد شفنا الدعم على المحروقات وشفنا تكلفة البديلة، نقدر في حلقة جاية نقول والله مفروض نديره كذا وكذا، ليش؟ لأن في واحد اثنين ثلاثة في معلومات، في معلومات حصلنا عليها معلومات صحيح، معلومات